أظهرت اليوم لمنهجية البحث العلمي وهي المحاضرة الرابعة عن معايير كتابة الكلمات المفتاحية. معايير كتابة الكلمات المفتاحية، ومن نقول كلمات مفتاحية نقف وننطي بعض الانتباه إلها. شنو هي الكلمات المفتاحية؟ وين يكون موقعها بالبحث العلمي؟ شنو فائدتها بالنسبة للآثر؟ شنو فائدة يعني للمؤلف أو الكاتب؟ وشنو فائدتها بالنسبة للقارئ؟ بيش تفيد؟ وين تكتب؟ راح كلها نتعلمها ونعرفها وننطي لها الاهتمام، عكس ما احنا في الوقت الحالي كليتنا من نقرأ بحث علمي ما ندير بال للكلمات المفتاحية، نمر عليها مرور كرام، يعني مرور الكرام، او ما نشوفها اصلا في بعض المرات، لكن راح نطلع عليها ونشوفها ونفتهمها ونعرف شلون نكتبها ونعرف شلون نختارها حتى تكون نتاجنا العلمي وتسويقه بشكل صحيح ودقيق. إذن الكلمات المفتاحية لو نجي عليها هي الكلمات التي يستخدمها الباحث للكشف عن البنية الداخلية للورقة البحثية. كلمات، بعض الكلمات التي يستخدمها الباحثون أو الكاتبون أو المؤلفون للكشف عن ما هو بحثه ومن من يتكون وما هو هدف من بحثه ولماذا أجرى بحثه. كل هذه يمكن أن تكون بكلمات مفتاحية أو كلمات دلالية يسموها، أو كلمات رئيسية، إذ يمكن القول بأن الكلمات المفتاحية عبارة عن كلمات بسيطة، انتبهوا وياي، بسيطة قصيرة تلخص موضوع المقالة. بسيطة عبارة عن كلمات بسيطة وقصيرة تلخص موضوع المقالة. تلخص موضوع المقالة، يعني من اختار كلمات المفتاحية مالتي اختارها بعناية وبدقة، وتكون بسيطة، تكون غير معقدة، تكون قصيرة، وتلخص موضوع المقالة العلمية اللي اني اهتم بها او اللي اني يعني دا اشتغل عليها. الكلمات المفتاحية فهي يعني مثل الأقفال، الأبواب المغلقة. دائما نقول الكلمة المفتاحية هي عبارة عن يعني عن قفل لأبواب مغلقة، فكلما يعني فكل قفل إلى مفتاح، ولا يستطيع أي مفتاح فتح أي باب إلا إذا كان يتلائم مع هذا القفل. يعني دائما احنا دائما العلماء ودائما الكاتبين الكبار غيرهم يشبه الكلمات المفتاحية على إنها عبارة عن قفل ومفتاح، وهذا المفتاح يمكن أن يفتح الكثير من الأبواب التي تتلائم مع الستايل الخاص بي. يعني شلون؟ يعني مثلا اليوم أنا أشرح شوي إنه بنجيها بالمحاضرة، نلاحظ كثير جدا ممن يشكو من عدم وجود مصادر على البحث، أو ما يشكو بعدم وجود دراسات سابقة على بحثه. هو مو موجود، هو موجود، بس العيب بينا ما نقدر نوصل إلى الكلمات الرئيسية أو الكلمات المفتاحية اللي تطلع لنا شنو هو البحث وشون نقدر نبحث عنه. طريقة البحث بمحركات البحث بالجوجل وغيرها، ما نكتب كلمات دقيقة، كلمات شلون هنسميها، يعني كلمات توصل أو توصل الفكرة لنا. وناش كاتب لك هنا يأتي دور الذكاء العقلي والمعرفي للباحث. يعني شنو الذكاء العقلي والمعرفي؟ يعني الجد كان دور الباحث أو ذكاء الباحث ومعرفته ودرايته وإدراكه بموضوع البحث، إيش قد كان اختيار لكلمات دقيقة تساهم في عملية كتابة الكلمات المفتاحية. لذلك لازم الباحث يتصف بالمرونة الفكرية
وعملية التبادل والتوافيق في استخدام كلمات رئيسية يبحث عنها الباحث أو الكاتب أو القارئ وتستخدم بجزء من الدراسة مالته. إذن إحنا بنريد نكتب وبنريد نبحث عن أبحاث أو عن دراسات، لازم نختار الكلمات المفتاحية بدقة وبوضوح. لذلك لو جي نشوف هسه شنو الكلمات المفتاحية وين موجودة بالبحث العلمي، دائما ما نلقى بالبحث العلمي نلقى عنوان أول شيء، بعدين أسماء الأوثر المؤلفين، بعدين نلقى الأفليشن مالتهم، بعدين نلقى الأبستراكت. تحت الأبستراكت أنا موضح لك إياها أنا موجودة الكيوردز. أكثر البحوث، أغلب البحوث 99% من البحوث شو لقي بيها؟ لقي بيها الكيوردز اللي هي ما تسمى بالكلمات المفتاحية. لذلك هسه احنا من نجي على هذا البحث العلمي اسمه The Effect of Exposure to Different Light Color on Embryonic Development and Neurophysiological Traits in the Chicken Embryo. هذا بحث علمي موجود. لو نجي على الكلمات المفتاحية مالتش نلقاها، نلقاها Embryo Development, Light Colors, نيروفيسيولوجيكال. نلقى بعض الكلمات اللي موجودة في تحت البحث العلمي، هذه الكلمات احنا يمكن قليل ما ننتبه عليها وقليل ما نركز عليها وقليل ما نهتم بها، ولكن بالأصل هي كلمات مفيدة جدا. شلون مفيدة جدا؟ يعني اليوم اني اقول ما عندي بحث على الـ 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 أو ما عندي دراسات سابقة على دراستي، ماكو مصادر على ماكو مصادر على الدراسة مالتي، ماكو شغل على بحثي. هي بالأصل مو ماكو، بالأصل أنا من عندي دراسة واحدة أقدر من هاي الدراسة أطلع مئات الدراسات. شلون؟ لو أجي أخذ هذا الكيورز هسه الموجود أمامكم وأخليه بالجوجل، راح تطلع لي كل بحث مشابه لهذا البحث، راح يطلع لي هذا البحث وكل بحث مشابه لهذا البحث. شلون يعني؟ يعني اي بحث بيه على الامبريونيك، اي بحث بيه على الديفلوبمنت، اي بحث بيه على اللايت، اي بحث بيه على النورفسيولوجيكال، اي بحث بيه على الفسيولوجي، على الضوء، على الفقس، هذا كله راح شنو هو؟ راح يطلع لي في البحث العلمي. لذلك احنا من نقول ماكو مصادر، احنا مو ماكو مصادر، ولكن ما مهتمين بالكيورد، ما مدورين عن طريق الكيورد اللي موجود بالبحث العلمي. واللي هو شنو السبب اللي خلاه ان يخلي لك كيورد؟ حتى شنو الكيورد؟ هي عبارة عن مفتاح توصلك لبقية الابحاث والدراسات المتعلقة في هذا الموضوع. يعني انت من اجي اليوم اني واكتب بحث وخليت لك كيورز، كأنما أنا منطيك مفتاح. هذا المفتاح شنو بي؟ هذا المفتاح شنو بي؟ المفتاح بي يعني أو إلى قابلية أن يفتح لك كثير من الأبحاث وكثير من الدراسات. ليش؟ لأنه شكو شيء مشابه لهذه الدراسة راح يطلع لك عن طريق هذا المفتاح اللي أنا أو أنت كتبته وقدمته للباحثين اللي وياك. لذلك دائما احنا من نجي نقرأ بحث او نكتب بحث لازم نهتم بعملية كتابة الكيوردز، ولازم منقول يعني رأسا ناخذ من تقرأ بحث علمي او تشيك بحث علمي، رأسا تاخذ الكيوردز مالته مباشرة، تاخذ الكيورد مالته وتدقها بالجوجل او تدقها بالمحركات البحث، وراح تشوف ايش قد يطلع لك بحوث مقاربه ومشابهه لدراستك اللي انت تريدها. اوكي، فلذلك احنا شو نشوف؟ احنا نشوف جميع البحوث او جميع المجلات العلميه الرصينه تطلب منك ان تكتب كيورد، ويعد اساسيا في المجلات او في كتابة البحوث. من ناحية اساسيا ما تقدر ان ترفع البحث او تقدمه للمجلة العلمية لاجل النشر
الا وبه كيوردز، اذا كان ما به كيوردز يرجعوا لك اياه، لان يعتبر اساسي حاله حال ملخص، حاله حال العنوان، حاله حال الانترودكشن، حاله حال الميثودولوجي، حاله حال الريزلت، كلها نفس يعني كانما فقره اساسيه من كتابه البحث العلمي. فاحنا نشوفها عباره عن اقل من سطر، ولكن هي فقره اساسيه ما ممكن الاستغناء عنها. زين، هذا اللي تشوفوه امامكم هسه اللي هو الكيوردز، هذا راح نعرف اذا احنا كنا باحثين ونريد نكتب شلون نكتبه، واذا كنا قارئين ونريد نقرا شلون نكتبه. اذا هسه لحد هنا احنا عرفنا اين يقع مكان الكيوردز. اكو حد ما مر علي هذا الكيورد سابقا وشايفه؟ اكو حد ما منتبه لهذا الكيورد سابقا؟ تمام. اذا احنا اليوم راح نعرف شنو هو هذا الكيوردز وشنو هو هذا المفتاح اللي يسهل علينا عمليه البحث وعمليه الكتابه. اذا قبل ما نغادر هذه الصفحة نقول موجود العنوان أولا، الأسماء المؤلفين اللي موجودة سنشوف هنا أولا العنوان، بعدين أسماء المؤلفين، بعدين الأفليشن اللي موجود للمؤلفين، بعدين موقع البحث أو how to cite، يعني كيف يستشهد بعد البحث، نلقي الملخص وننزل إلى ما بين الملخص والمقدمة موجودة الكيوردز، هي اللي نسميها احنا المفتاح الذي يساهم في عملية البحث او في عملية الكتابة. ليش تكون الكلمات المفتاحية احد اهم الامور الاساسية في الكتابة؟ دائما احنا من نريد نكتب مقال في اي مجال بكل تأكيد راح نسوي نختار تصنيف الموضوع وتحديد العنوان الرئيسي، وبالفعل نقدر يعني نهتم بكل هذه العنوان، نهتم بالملخص، لان بعض الباحثين يقول لك انا من انشر بمجله، مثلا تنشر مجله رصينه، بعض المجلات الرصينه تكون يعني مو اوبن اكسس، يعني تكون يعني غير مفتوحه الوصول للقارئين، ينزل لك مثلا خاصة اللي ندور نشر هي وايلي وغيرها ينزل لك بس عنوان وملخص، وإذا تدي البحث لازم تشتريه بمبلغ من المال أو شوفوا مشون يعني مرتبين. فدائما يعني بحث بعد الكاتبين يقول لك أنا لازم أهتم بالعنوان مالتي وأهتم بالملخص مالتي بحيث أستهدف به أكثر عدد من الجمهور. ليش حتى أكبر عدد من الجمهور؟ حتى أني أحصل يعني فرصة الظهور في النتائج مالتي بهذا البحث العلمي بشكل أكثر. يعني مثلا واحد مثلا يجي يقول لك واحد جابه شلون تقصد أنت بهذا الحكي، تقول له أني بحث العلمي مالتي كاتبة حتى أني ليقرأ وليس لي يركن. زين، شلون يكتب شلون البحث مالتك يكون ليقرأ وليس ليركن؟ كل ما كانت دراستك حديثة، كل ما كان اختيارك لمفردات العنوان أو مفردات اللي موجودة أو اختيارك لبعض التفسيرات الموجودة في البحث العلمي كانت شيقة، كانت ملمة بالموضوع الدراسة، كل ما كان بحثك أكثر تسويقا. ومن نقول أكثر تسويقا يعني شنو معناها؟ يعني شقد قرأ باحثين. هسه لو مثلا تدخل على المواقع العلمية ريسيرش جيت أخذناه بالكورس الأول، على الجوجل سكولار، تدخل على مندلي، تدخل على سكوباس، تدخل على الكلارفيت بابلونز، تشوف كل مقال إلى شنو، إلى شقد قرأ، منو قرأ، شقد قرأ. بعض المقالات تصل قراءتها إلى 60,000 أو 70,000، وبعض المقالات قراءتها إلى 3 أو 4 قراءات. من نقول 3 أو 4 قراءات يعني هذا الموضوع مالك، ما حد بقلبه، بحثك ما حد شايفه، بحثك فتشي يعني جزء أنت، هاي 3 قراءات 4 أنت كل مرة تدخل تحسب يعني إلك مو لغيرك.
يعني انت تدخل مرة تدخل ثاني مرة تدخل ثالث مرة، فيعني هاي القراءات إلك مو لغيرك. لذلك احنا شنو، احنا لازم من نكتب بحث او نكتب مقال حالنا حال بالفيسبوك بتويتر، من ننزل منشور او ننزل بعض الكتابات، نحاول ان نستهدف بيها الجمهور او اكثر عدد من القراء. يعني لازم اخلي هاي المعلومة ببالي، لازم اخلي هاي الشغلة ببالي، انه انا من اكتب بحث لازم استهدف بيه اكثر مجموعة من القراء. ذاك احنا شو نشوف هسه بدراستك ان شاء الله، من تبدي مستقبلا تبدي تكتب، تلقى بعض اسماء لباحثين، بعض اسماء لباحثين مثلا زانك، مثلا ستيفن، ما اعرف يعني اي اسم باحث. هذا الباحث تلقى مثلا يشتغل على مجال دراسة معين، هذا يشتغل على اسماك، يشتغل على دواجن، يشتغل على فسلجة دواجن، فسلجة حيوان. هذا الباحث انت ترتاح لكل البحوث اللي كاتبها، ومن تسمع اسم بحث انت رأسا تكون متلهف الى ان تحصل على هذا البحث. ليش؟ لان هذا الباحث من يكتب بحث علمي انت يعني شلون تقول شوقك لكتابة البحث للبحث مالته. ليش شوقك؟ من تجي على اولا اللغة مالته تكون لغة سلسة وسهلة وبسيطة، يعني مو لغة معقدة. هذه اول فقرة احنا نبحث عنها، انه تكون اللغة مالته مال الكتابة مالته تكون سهلة وبسيطة يمكن قراءتها. الشغلة الثانية، هذا الباحث كثير يعني يتعمق بكثير من التفسيرات، يفتح لك بالتفسيرات، يفتح لك آفاق، يفتح لك رؤى جديدة، يفتح لك يحط لك ميكانيكيات يعني انت مو ببالك، يحط لك فد تفسيرات يعني انت تستفاد منها بدراستك او تستفاد منها ببحثك. فذاك انت شو تكون؟ تكون يعني شيق لان تقرا لهذا الباحث. هذا ما نسميه باستهداف الجمهور، يعني هو استهدفك باسمه ببحثه السابق. يعني اليوم شلون يعني كتب لفد اربع خمس مقالات انت طلعت عليهن، هاي المقالات عجبتك خليتها ببالك، قام كل ما ينزل مقال سويت له انت متابعه، كل ما ينزل مقال انت تكون شيق لان تقرا هذا البحث مالته، وشيق لان تكون اول بالصوره وياه. لذلك الكلمات المفتاحيه تكون يعني الكلمات المفتاحيه تجعل المقال اكثر تحديدا، وتوضح لزائر المقال التي سوف يقرأها، يعني تكون يعني توضح فكرة للي يقرأ أن الكلمات المفتاحية سوف يتم إنشاء مقالة أو صفحة خاصة بها. يعني شو نقول إحنا نسميها الكلمات المفتاحية؟ هي عبارة عن تقريبا 60 أو مو 60، خلينا نقول يعني أو خلينا نقول أوكي خلينا نقول 60 أو 70% من تسويق بحثك. قد ما انت كتبت كلمات مفتاحية مرتبة، كانت ما كلمات مفتاحية شيقة قصيرة بها شيء من النوفلتي، قد ما انت قدرت ان توصل الفكرة وتوصل بحثك، وتعطي مفتاح لكل قارئ ان يقرأ بحثك، تعطي مفتاح لكل قارئ ان يقرأ بحثك. هل الكلمات المفتاحية لها شكل واحد فقط؟ وهل يتم اختيارها بشكل عشوائي؟ اليوم أنا من أجي أكتب كلمة مفتاحية عن بحث علمي مالتي، مثلا أنا اليوم أشتغل على مثلا أي بحث مهما يكون، مثلا تربية الطيور الداجنة بأقفاص جديدة مثلا عنوان بحثي، او مثلا الرعي بالطيور بحيوانات المزرعه، او تربيه الاسماك، او اني من اكتب عنوان ومن اصمم دراسه من اجي اختار كلمات البحث مالتي، لا يمكن اختيارها بعشوائيه ولا يمكن ان تكون لها شكل واحد فقط. لا، هنا انا كاتبكم الاجابه هي لا، لان مجال التدوين وتحسين البحث في الكلمات المفتاحيه لها عده اشكال، ويتم اختيار بناءها على عدة عوامل مثل متوسط عملية البحث ومستوى صعوبة الكلمات
وهناك أشكال من الكلمات المفتاحية تختلف بالصعوبة من 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 منافس إلى آخر، وهاي الكلمات كلها تستخدم ليكون يعني لها سبب محدد. هذا إن كل الكلمات مالتي مو لها نمط واحد ولا يتم اختيارها بعشوائية. يعني مو اليوم أنا مثلا بشتغل على بالحيوانات الكبيرة وأكتب كلمات مفتاحية بعيدة عن الحيوانات الكبيرة وبعيدة عن المشترات والأغنام، أو أنا أشتغل على الدواجن وأكتب كلمات مفتاحية بغير شغلي. إذا لازم أن تنتقى وتختار من ضمن صميم دراستك، من ضمن يعني صميم شغلك وصميم الدراسة اللي أنت مطلع عليها. لذلك أنا أشوف أنه الكلمات المفتاحية في كثير من البحوث قد تكون بها كلمات لا تشبه العنوان. وهل هذا جائز أم مو جائز؟ هسه راح ناخذ شوي النوب. هو جائز كل ما ابتعدت عن العنوان، لأن العنوان هو موجود ويمكن البحث عنه، ولكن الكلمات المفتاحية يمكن أن تعمق بها وتتعمق بها بكتابتها من 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 وحي شغلك ومن وحي خيالك للموضوع اللي انت يعني شو احنا نسمي من الموضوع اللي انت قاعد تدرس عليه. يعني مثلا اليوم انت مثلا درست على فد آلية جديدة او سويت مثلا جهاز جديد، هذا الجهاز او الآلية او الشغل انت ما تطرقت إليه بدراستك. يعني شلون مطلقت لدراستك؟ يعني ما ذكرته بالعنوان مالتك، بس ممكن ان تتطرق الى في الكيوردز مالتك، ممكن ان تتطرق الى بالكيوردز، وبالتالي هذا البحث مالتك سوف ينشر، والمقال الكلمات المفتاحية مالتك سوف تنشر على الانترنت. اي باحث او اي قارئ بعدك يجي يبحث عن هاي الآلية راح يطلع البحث مالتك امامه مباشرة. يعني مثل ما قلت لكم بالمحاضرة السابقة وبهاي المحاضرة والمحاضرة اللي وراها، أقدلكم على أنه العنوان الكيوردز الملخص عبارة عن شيء يمكن أن يسوق البحث العلمي منه، لأن أول شيء تقع عليه عين القارئ هو العنوان، بعدين راح ينزل على الملخص، وبعدين ينزل على الكيورد، راح يفتهم أنت شنو مسوي من هاي ثلاث شغلات أو من هاي ثلاث أشياء، وإما أن ياخذ من بحثك ويستشهد من بحثك، او راح يترك البحث العلمي مالتك وما يدير لاي اي يعني اي اهتمام. وهذا يعني شيء يعني احنا ما نرغبه ولا يكون شيء صحيح. انواع الكلمات المفتاحيه، شنو هي الكلمات المفتاحيه وشنو هي الانواع مالتها؟ طبعا الكلمات المفتاحيه تكون على نوعين، تكون قصيره وتكون طويله. كلمات قصيرة تتكون من كلمة إلى ثلاث كلمات. دائما نشوف بعض المجلات العلمية اللي خاصة تابعة لدور نشر يقول لك أني أتطلب منك ترفع لي أو تكتب لي ثلاث كلمات تدل أو ثلاث كلمات مفتاحية تدل على بحثك. وهذا طبعا يصير بيه شوية نوع من الصعوبة، يصير بيه شوية نوع من باختيار هاي الكلمات، لأن لازم تكون كلمات عامة معدل البحث عليها يكون مرتفع، لأن كل ما كتبت كلمة عامة مثلا أنت تختلف بما تكتب فسج حيوان أو تكتب فسج الدواجن أو سلوك دواجن فيما تكتب فلان هرمون بالدواجن. أكو فرق شاسع بين كلمة فسلجة بشكل عام وبين كلمة هرمون بشكل خاص، أكو تفاوت يصير معدل يعني مرتفع جدا. مثل على سبيل المثال ذاكركم أنا مثال، تكتب كلمة حيوان بذاك تكون استهدفت مجال عام، يعني أنت تكتب مثلا بالكيورد كلمة حيوان أنت مستهدف شيء عام، معدل البحث على هذا الشيء يكون كبير جدا، يعني ما يكون خاص بسبيكك، وهواي ناس باحثة على هذا الشيء. أما الكلمات المفتاحية فهي تختلف تماما، كلمات أكثر تخصص، تبهنا على هالفقرة كلمات أكثر تخصصا، يعني تكون متخصصة، تتكون من ثلاث أكثر من ثلاث كلمات، وهذا اللي يطلبوه 90% من المجلات العلمية. يقول لك الملخص ما الكلمات مالتك خاصة دور النشر مثلا سكولر وين وايلي إلسيفير غيرها، يطلب منك كلمات مفتاحية ثلاثة إلى خمس كلمات لازم تختارها بعناية فائقة جدا. بعض المجلات أو بعض دور أو بعض
احنا نسميه الاي جورنال يعني اللي تتحكم بس شباب دقيقه منصتكم. عيني دكتور. هلا دكتور، السلام عليكم. حياك الله دكتور. شلونكم اخويا؟ الله يسلمك. يعني يا مثلا عادل، بالنسبه على مود المبلغ الثقيل، على مود المبلغ اللي تحول دومات الدوي. ما عاد ما حولنا كل شيء دكتور. ما ايه؟ حولنا قالوا دكتور ايوب حولنا. ها مال المؤتمر. مال المؤتمر دكتور. ماشي هو سيدي هاي ويا اخي عادل. منو؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شلون صارك يا شيخ؟ حياك الله. بس على مود المبلغ حولته بعد. منو حضرتك العفو؟ استاذ عادل مدير التطبيق. حياك الله. لا استاذ ما حولت كل شيء بعد، انا انتظر غير المبلغ يصرف بدي احوله. ما الدكتور قال لي حوله، اذا شو قلت التحويل ايش قد ياخذون علي؟ 50 50 53 دولار. يعني اجور تحويل 53 دولار؟ اي والله اجور تحويل 53 دولار. يعني هي 381. اي ضيف لازم 50 او 53 دولار يعني. انت ما كانت لو كاتب مع المبلغ اجور تحويل. ما اعرف والله يعني عبالي يعني عبالي. والسعر همتي انا. اي. قصدي ان نعطيك سلفه وتسدد انت وترجع الباقي لو اصرف لك مبلغ مقطوع. والله استاذ ما اعرف نظامكم انتم شلون يعني، انا ما اعرف اول مره يعني ما اعرف انتم شلون يعني تسووها انا ما اعرف، انا بس اهم شيء 381 اتصل يعني. ما اعرف ما قصدي نعطيك سلفه مثلا 750 وتسدد وتجيب وصل يعني وراح تجيب وصل شيء لو شلون بدي اسدد. هو ينطوني يعني ينطوني كاشير مال التحويل مال البنك. اوكي راح نعطيك سلفه خليها 750. اي. وتسدد انت وترجع الباقي. او اضيف لك 50 دولار على المبلغ، بس انا المشكله السعر يوميا شكل. اي والله صحيح. 146 يطلع لنا 100. لا اليوم دولار. اليوم 151 ما حل عصر 151 دولار. لا اليوم 49. 49 نزل ما اعرف. اي. اي. سؤال علو مثلا. اي ماشي اوكي. سلفه وانت شوف شو وقت تسدد ماشي تمام اخوي ماشي ممنون عيني ممنون. اسف شباب عيني اعتذر. صوتي واضح؟ نعم. اذا اي اذا الكلمات المفتاحيه الطويله هي الكلمات اكثر تخصص، تكون لها يعني اكثر من ثلاثه الى خمس كلمات يعني بالغالب، ما تعبر يعني ما تقل عن ثلاثة، ما تعبر عن الخمسة أو الستة. معدل البحث عن هالكلمات يكون قصير، يعني مو كل من يجي يبحث عن هالكلمات أو مو كل من يجي يكتبها، قليل من الباحثين يستخدموها حسب اختيارك. تكون المنافسة فيها يعني أسهل، يعني تكون متوفرة. مثل يمكن نكتب يعني نكتب فسد حيوان أو سلوك حيوان، بذلك استهدفت المجال او التخصص اللي انت قاعد تشتغل عليه. مثلا انت من يوم اشتغل على مثل ماده مثل ضايف فد شيء فد ماده مثلا للعلف، وضايف فد هرمون حاقن هرمون حاقن او شيء حاقن شيء، تقدر تكتب هاي الماده مع الطلقه اللي تستخدمها انت، بذلك تكون هاي الكلمات اقل يعني باقي البحث عنها، وبالتالي بحثك يكون هو المتميز او المفرد بها. يعني انت كل ما اختاريت كلمات ما مطروقة، كلمات غريبة خلينا نقول، كلمات غير موجودة بالبحوث اللي قريبة على اختصاصك، كل ما راح تميز بحثك. ليش؟ لان راح يكون البحث بس عن بحثك. يعني قد ما اختاريت كلمة فريدة، كلمة قليلة استخدامها، أو كلمة يعني غير واردة بالبحوث السابقة، كل ما راح تميز بحثك، كل ما راح تنشر أو تخلي بحثك يقرأ أكثر. لذلك اختيارنا لهذه الكلمات يجب أن يكون دقيق، وما بي أي شيء من أو أي نوع من التخبط في اختيار هذه الكلمات. إذن هسه احنا كلمتين قلنا كلمات قصيرة وكلمات طويلة، ودائما نميل إلى اختيار الكلمات اللي تكون من ثلاث كلمات إلى خمسة أو ست كلمات. هاي خليها ببالنا. هل يفضل استخدام نفس العبارة في العنوان والكلمات المفتاحية معا؟ دائما احنا شو تشوف، ويعني أنا هم واحدة من الناس بسويها أكثر من مرة، أنه أخلي الكلمات المفتاحية، ودائما هاي فكرة يعني صايرة عند الكل، انه الكلمات المفتاحية نخليها من نفس كلمات العنوان. احنا مثل ما قلنا سابقا
قلنا البحث العلمي أو كلمات المفتاحية هي عبارة عن مفتاح أو عبارة عن كي أو أداة لمساعدة الباحثين ومحركات البحث في العثور على الأوراق البحثية. إذن هي يعني هي مو عنوان حتى أقتبس من العنوان، ولا هي شلون نسميها احنا يعني شفيان شار، ولا هي، لا هي عبارة عن أداة تساعدك وتساعد القارئين، تساعدك أنت حتى تنشر معلوماتك وتساعد القارئين حتى يجدون هاي المعلومات. يعني شلون احنا نسميها بصمة مال السيارة مثلا، أو نسميها مفتاح مال السيارة. المفتاح مال السيارة يساعدك أنت تصعد بالسيارة، ويساعد اللي وياك هم يصعد بالسيارة وياك، تمام؟ إذا هي تساعدك أنت حتى تنشر بحثك، وتساعد القارئ حتى يقرأ بحثك. يعني هالكلمات المفتاح حلقة توصل بينك وبين القارئ. أنت عن طريقك أنت يعني أنت عن طريقك تكون احنا شلون نسميها يعني أداة لنشر شغلك ونشر بحثك، وبنفس الوقت تساعد القارئ حتى يحصل على بحثك ويقرأ. فإذا كتبت بشكل يساعد على وجود بحثك بسهولة، يعني إذا كتبتها أنت بطريقة تخلي بحثك يوجد ويطلع على الإنترنت بسهولة. تشوف أنت كثير من الأحيان من تجي تكتب مثلا بالجوجل أو تكتب بالمحركات البحث، تكتب عن مثلا أي عبارة ببالك، تلاقي يطلع تسلسل من المواقع، تلاقي أول موقع. دائما احنا نروح وين؟ على اول موقع. اول موقع يكون اقرب شيء لما كتبته انت. ليش؟ لان هذا البحث او هذه الدراسة الباحث كاتبها باسلوب تجذب القراء جميعا. لذلك احنا واحدة من تسويق نتاجك العلمي وبحثك ودراستك هي ان تكتب بطريقة سهلة يمكن العثور عليها بشكل صحيح. يعني لا تكتبها بطريقة معقدة. دائما انت مثلك مثلا من تكمل دراستك ان شاء الله بخير وسلامة، وتريد تنزل الطروحة مالتك على الريسيرش جيت، اكتب لها كيورد، او رسالتك ان شاء الله طروحتك على الدكتوراه ان شاء الله، اكتب لها كيوردز يكون سهل البحث عليه، يمكن ان يطلع بسهولة، يمكن ان تحصله بسهولة، وبالتالي يمكن ان تكون لك قراءة أكثر لنتاجك العلمي. لأن عدم قراءة بحثك بالتكتبة هذا شيء يعني احنا شلون نسميه مشكلة كبيرة، يعني يدل على أنه حاشاك أنه بحثك كان مو صحيح، بحثك كان مو مرتب، بحثك كان به شيء من الأخطاء، فما حد قرأ. إذا نرجع لحديثنا، فإذا كتبت بشكل يساعد على وجود يعني بحثك بسهولة، سيؤدي ذلك، شوف انتبه لي على الهاية، سيؤدي ذلك إلى زيادة عدد الأشخاص الذين يقرؤون بحثك. زيادة عدد الأشخاص الذين يقرؤون بحثك. زين، وإذا زادوا عندي عدد الأشخاص اللي يقرؤون بحثي، شنو يعني؟ شنو معناها؟ إذا زاد عندي عدد الأشخاص الذي يقرؤون بحثي، ومن المحتمل إذا زاد عدد الأشخاص اللي يقرؤون بحثك أن يؤدي ذلك إلى المزيد من الاستشهادات لبحثك. وهنا نقف عند هذه العبارة، زيادة عدد الاستشهاد. ماذا تعني هذه العبارة؟ من عنده فكرة عن الموضوع يقدر يعني يفتح المايك ويقول لي إذا يعرف. زيادة عدد الاستشهاد، ماذا نعني بزيادة عدد الاستشهاد؟ أحد يعرف؟ زين، بعد اوكي واحد دور لك مو مشكلة. اي مصطفى، زين بعد نعم تمام اوكي بعد ب... اي
نعم عشت ايدك بعد. ها الشباب النايمة بعد اختار اني لو تحجون. يا الله خلينا نختار بعد منو نختار. يا ابو ياسر عمار سال عمار شنو معناها يعني جال عدد الاستشهادات. عشت ايدك. اذا كل اللي حكيناه كل اللي قلناه كله صحيح، بس احنا شنو نريد؟ اريد اوصل الى يعني من اقول زيادة عدد الاستشهادات اريد اوصلك الى فكرة تخليها ببالك. ارجع على هذا البحث اللي طلعناه اول مرة، هذا البحث يعني منشور ب 2021 بشهر الخامس، هذا يعني البحث اشتغلناه انا والدكتور محمد علاء والاستاذ احمد عبد الرحمن، دكتور احمد عبد الرحمن. هذا البحث لو اجي هسه اطلع على المصادر مالته او هذا البحث نفسه، البحث مالتي الموجود، ايش كم واحد نزل هذا العنوان اللي هو اللي هذا تأثير تعريض الإضاءة، ايش كم واحد نزل هذا العنوان في بحثه عند كتابة بحثه، يعني أشار وذكر كما ذكر اس ام او كما ذكر عبد اللطيف واخرون، ايش كم واحد ذكر هذا العنوان في بحثه، يعني شنو في بحثه؟ يعني كما اشار او كما ذكر عبد اللطيف واخرون. لذلك اني من اقول زياده عدد الاستشهاد معناها البحث العلمي مالتك مو بس قراه، القراءه لا تجدي يعني مو بس واحد طلع قراه، هاي القراءه في بالمعايير العلميه قد يكون لها فد شيء خفيف، يعني فد شيء يعني مو ذاك الثقل القوي، ولكن احنا نريد نوصل الى ايش قد واحد استشهد او ايش قد واحد ذكر بحثك في مراجع مالته. يعني اليوم استاذ عمار ابو ياسر اليوم سوى بحث علمي على الضوء مثلا، خلينا نقول لجي عمار شاف البحث مالتي هذا على الضوء بالأجنة وش قال؟ قال كما ذكر عبد اللطيف ان استخدام الضوء الاخضر يؤدي الى كذا وكذا، وراح على المصادر مالته وكتب عبد اللطيف 2001 عبد اللطيف واخرون 2021 كذا كذا، كتب هذا البحث. هذا ما يسمى بشنو؟ بزياده بالاستشهاد. هذا ما يسمى بالاستشهاد. اجت النوب مثلا ام همام هم كتبت بحث على الضوء وشافت انه شنو هذا البحث اللي سواه سلواني يفيدني كما ذكر عبد اللطيف وذكرته. اجي استاذ اوس اشتغل على اسماك مثلا همات بال الضوء وقال والله اكو بحث على الدواجن هم بيضوء، الدواجن قريبه على اسماك، خل استشهد بهاي المعلومه، وذكر كما ذكر عبد اللطيف واخرون. اجي استاذ سلام ونفس الشيء اشتغل على من جزء من دراسته على كان يتعلق بالضوء وقال منو بالضوء قريب علي وبحث جديد عبد اللطيف واخرون وكت. اذا هاي الاربعه في شنو معناها؟ معناها انه اربع اشخاص استشهدوا او يعني استخدموا بحثك. استخدام لكل ما زاد الاستخدام لبحثك كل ما انت في المعايير العلميه انت يعني وضعك جيد. لذلك مثلا حكيتكم انا قبل سابقا قلت لكم اكو شيء اسمه الاتش اندكس، تذكرون قلت لكم لكل باحث علمي اكو شيء اسمه اتش اندكس، بالجوجل سكولار موجود، بالريسيرش جيت موجود، وبسكوبس موجود. هذا الريسيرش جيت شنو معناها؟ معناها انت ايش قد عندك بحوث وايش قد استشهدوا من هاي البحوث مالتك، ايش قد اخذوا منها، يعني ايش قد عندك بحوث علميه وبنفس الوقت ايش قد ناس استخدمت هاي البحوث العلمية مالتك. اذا كانت بحوثك العلمية ما حد مستخدمها او ما حد مستشهد بيها او ما حد كاتبها بمصادره فيكون الـ H index مالتك صفر، واذا كان صفر فهذا مؤشرا يعني سلبيا على الباحث. ليش مؤثر سلبي؟ لان
يعني بحوثه تعد غير ذات فائده، يعني ما بيها فائده، ما حد يستشهد منها، فتعد يعني مؤشرا سلبيا. اللي دا يصير شنو؟ وهذا الشيء طبعا يعني هذا ما يجوز، واحنا يعني هذا من باب الحلال والحرام ومن باب بس ما حد يتعظ. اللي دا يصير اليوم اني من كتبت هذا البحث مالتي اجي استشهد اني بالبحث مالتي مو غيري، اني استشهد بالبحث مالتي. مثلا اني اليوم هذا البحث مالتي كاتب على الاضاءة، اجي والله مثلا فد شهر شهرين سنة سنتين اكتب عن الاضاءة بس بغير طريقة او بغير فكرة او بغير دراسة، فشو اسوي؟ اجي استشهد بالبحث مالي، هل هذا يصير او ما يصير؟ هو الى حدود يسموه سيلف سايتيشن، استشهاد بنفسك، سيلف سايتيشن هو الى حدود يعني 20% او 10% مسموح لك انه تستخدم او تقتبس من بحوثك، ولكن ما مسموح لك تقتبس اكثر. والافضل يفضل بعض الباحثين مثلا بعض دور النشر مثلا الويب اوف ساينس ما ياخذ سيلف سايتيشن، يستبعده، كل واحد مسوي سيلف سايتيشن نفسه يستبعده. او بعض الباحثين اللي ينتالوا يعني يحتالون على البحث العلمي شو يسوي؟ مثلا اليوم اني وعمار او اني وساداوس او اني واي واحد من عندكم اتفق اتفاق او اللي هذه بحوثي واستشهد منها وانطيني بحوثك استشهد منها، حتى وان كانت خارج الدراسه، حتى وان كانت مو قريبه، حتى وان كانت بعيده، يجي يستشهد ببحوثه. ليش؟ حتى يزيد السايتيشن مالته، يزيد الاستشهادات مالته. وهذا شيء طبعا جاري وساري بكثير من الباحثين العراقيين والباحثين العرب، ويعني شوف شيء منتشر، نشوف مثلا هو بحث ما له علاقه ب ب ب بكل شيء ومستشهد بيستشهد به. ليش؟ هذا شيء يدل على انه هذا الباحث متفق ويا باحثين. وترجع هسه على البحوث اللي قاعد تنشر اللي تقراها تشوف عجائب، مثلا تشوف بحث على اسماك وذاكر بالمصادر مالته بحوث على الاغنام، زين هذا الجاب على هذا هو مشتغل بالدجاج ومستشهد ببحوث على النبات، زين هذا الجاب على هذا، هذا شو يدل؟ يدل على انه اتفاق بين هذول الباحثين انه واحد يستشهد من بحث الاخ. وهذا شنو؟ كل ما زاد هذا السيلف سايتيشن، كل ما حط من العملية التعليمية بالجامعة وبالمؤسسة العلمية. لذلك انت شو تشوف؟ احنا نشوف الكثير من الجامعات العربية تدخل على الاتش اندكس مال الجامعة نفسها مو مال الباحث، تلقاه عالي جدا، تلقاه 65 75، بس من تسوي عملية سيلف سايتيشن تستبعد السيلف سايتيشن تلقاه واحد او اثنين. هذا شيء يدل على انه هذه الباحثين هذه الجامعه كانوا مو جادين، كانوا مو صادقين باختيار هذه الاستشهادات واختيار نوع البحوث. لذلك اني من اكتب يعني اوكي خل استشهد بجماعتي ما عندي مشكله، بس بضمن المحدود، بضمن الحق مو ضمن الباطل، يعني مو هو مثلا بعيد كل البعد ولكن انت متفق وياه تضيف له خمس مصادر، هو متفق وياك يضيف لك خمس مصادر من شغلك، هذا الشيء غير صحيح، لازم نبتعد عنه من هالسبب. حتى انت يعني ما دام بادي طريقك بشكل صحيح ابتعد عن ما يسمى ب يعني بالسيلف سايتيشن او استشهاد عن نفسك او استشهاد بجماعتك. لذلك احنا نشوف هسه بعض السماسره او بعض الناس اللي يشتغلون بالبحث العلمي مو بس يسوق لك بحثك، مو بس ينشر لك بحثك بمجلة مفترسة وما اعرف وين وهذا الشغل مالهم، وانما يبيع لك، يقول لك تعال ابيع لك اني سايتيشن، تقول له شلون تبيع سايتيشن؟ يقول لك اعطيني بحوثك، اعطيني البحث مالتك، عندك بحث بحثين موجوده عندك اعطيني اياهن اجيب لك عليهن سايتيشن، فد 100 سايتيشن، فد 100 واحد استخدم بحثك. شلون؟ يقول لك هاك اعطيني فلوس وانا اسوي لك هاي العمليه، يجي ياخذ بحثك، يخلي بحثك حتى ببحوث كيمياء، بحوث طبية، بحوث زراعية، بحوث بيطرية، بحوث يعني أنا مرة من المرات يعني نسيت أطلع لكم إياها، مرة من المرات لقيت يعني أحد الباحثين خالين بحثه بحث مع الاقتصاد، يعني أنت جابك على الاقتصاد،
شبحتك بعيد، هو فسلجي جاب اقتصاد، هذا كله شنو معناه؟ معناه انه هذه المجلة اللي نشر بيها او اللي استشهدوا من عنده ناس غير صادقين يعني غير دقيقين في اختيار الاستشهاد. اذا لسه احنا بنقول استشهاد، عرفنا شنو نقصد بالاستشهاد. من واحد مستقبلا يقول لك اني عندي سايتيشن، هل قد تفتهم شنو السايتيشن اللي عنده وتفتهم شنو عنده الاتش اندكس مالته؟ احد ما صارت له الكلمه الواضحه مفهومه هذه؟ احد ما افتهمها؟ لو اعيد، لو واضحه للكل صارت. ان شاء الله خير، ان شاء الله خير وجزاك. هسه نعم، يعني تفضل. منو؟ اي اي مصطفى عيني، انت يصير تستشهد، يصير تستشهد ب انت مثلا دواجن، تستشهد على المشترات، تستشهد على الاغنام، على الاسماك، ولكن هذا الاستشهاد مالك شلون يكون؟ بان تذكر، تقول مثلا انت مثلا ماده مثلا زنك، خلينا نقول مشتغل عليه مثلا عمار، تقول عمار اشتغل على الزنك بالابقار وادى الى كذا نتيجه. إذا تذكر هذه العبارة فأنت ما عندك مشكلة، أوكي؟ تمام؟ ما بي أي مشكلة، صح. يفضل إنه أنت تبتعد عن هذه، بس أوكي إذا ماكو بحث خلاص أنت قول إنه اشتغلوا بي جماعة فلان وفلان على الأبقار وطام فلان نتيجة. بس مو أنا من أقصد يعني اتفاقات تصير بين الباحثين، مو أنت ما محتاجة ولا ومتوفر وإلا تذكر مع هذا الباحث. هذا معناه شنو؟ معناه اكو اتفاق في النشر او في زيادة عدد الاستشهادات. زين، اذا نرجع لسؤالنا، هل يفضل استخدام نفس العبارات في العنوان والكلمات المفتاحية معا؟ من يجاوبني؟ هل يفضل؟ نعم. زين، زين، بعد اسمع اسمع بعد يصير زين بعد اسمع زين تمام اسمع بعد نعم تمام عشت ايدش بعد اسمع يلا الاراء البقية اي سلام ايه زين 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 اسمع بعد ساداوس ساداوس اي زين تمام هل يمكن او هل يفضل استخدام نفس العبارة او نفس الكلمة في العنوان مع الكلمات المفتاحية معا، يعني نستخدمها نفس الشيء، يفضل ولا لا يفضل؟ اي زين تمام عشت ايدك. استاذ مضر
اي يمكن ولكن لا يفضل. اوكي استاذ عمار ابو ياسر، زين عماد حامد خاتل مجد عباله ما اشوفه، اي عمودي عماد حامد، يمكن عماد دي يتريق وعايفنا بصفحه، شو تقولون؟ اي استاذ عماد، نعم سهلة سهلة بسيطة، غايبة قول لي هاليوم، ماكو شي ماكو انترنت، سهلة ان شاء الله. يعني عماد استاذ عماد شنو رأيك؟ افضل غير كلمات. اذا من نريد نكتب ماكو مشكلة انه انت تقتبس بعض الكلمات من العنوان، ماكو مشكلة، بس الافضل انه تختار كلمات غير موجودة في العنوان. الافضل انه تختار كلمات غير موجودة في العنوان، والسبب شنو؟ السبب انه العنوان من تبحث بالانترنت، شايفين محركات البحث، محركات البحث يمكن ان تستنتج لك العنوان يطلع لك كامل ماكو مشكلة، ولكن اذا غيرت من كلمات البحث راح تزيد فرصة ايجاد بحثك اسرع. يعني انت العنوان راح هي نلقى بحث، يعني من تبحث على كلمات العنوان راح يطلع لك البحث، ونطلع لك نفس الوقت كلمات الدلالية او كلمات المفتاحية. ولكن اذا غيرت من الكلمات المفتاحية واقتبستها من دراستك، من الآليات اللي أنت مستخدمها بالنتائج، من الآليات اللي استخدمتها بشغلك، من طرق العمل، من التقنيات الحيوية اللي أنت مستخدمها أو اللي تذاكرها، كل ما سويتها سبيسيفيك أكثر كل ما زاد فرصة إيجاد بحثك بشكل أسرع. وأنا مثل ما قلت لكم إحنا مو بس نكتب بحث علمي، لازم البحث العلمي نكتبه يكون أكثر رواجاً. إذا كتبت بحث علمي ما حد قراه كأنك مو كاتب، صح لو مو صح؟ إذا كتبت بحث علمي وما حد باوع عليه كأنك مو كاتب، شنو الفائدة؟ إذا أنت كتبت وما حد قرأ لك إياه شنو الفائدة؟ مئات وآلاف الكتب والمؤلفات إنه ما حد قراها، ليش؟ لأن لم تكن ذات محتوى جيد، لم تكن ذات محتوى جيد. لذلك أني من أكتب، خذها بخليها شغلة ببالك، من تكتب أي شيء، تكتب أي شيء، حتى وإن كتبت منشورا على الفيسبوك، حتى وإن كتبت تغريدة على تويتر، أي شيء تكتبه لازم يكون ذو محتوى. إذا لم يكن ذو محتوى فلم يلاقي أي رواج. نفس الشيء بالبحث العلمي، بحث العلمي مالتك إذا كان مبي أي محتوى علمي، إذا كان مبي أي شيء جديد، أي شيء نوفلتي، لم يكن بحثك ذو رواجا، يهمل ويهمل ويترك حال البحوث السابقة. زين، لذلك أني أستخدم، أوكي ماكو مشكلة علميا قانونيا ماكو مشكلة أنه أستخدم نفس العبارات، ولكن استخدامك لعبارات أنت تختارها من صميم شغلك، خلي ركز وياي، من صميم شغلك، من مناقشتك، من العمليات الحيوية اللي أنت مستخدمها أو اللي تذاكرها، من طريقة عملك اللي تستخدمها، من فكرتك العامة للبحث، من هدفك للبحث، كل ما اخترت هذه الكلمات المفتاحية كلما كان بحثك أكثر رواجا. أوكي، فلذلك أني يهمني من أكتب بحث علمي، خليها ببالك، مو بس تنشره، خليها ببالك. احنا هسه هاي المرحلة لازم احنا نعبرها، انه انا اكتب بحث علمي وانشره، لا مو بس انشره، لازم انشره ويصير بيه استشهادات. احنا كنا سابقا معلمين ويعني ويقول لك لازم انت تنشر بحث حتى تكون ناجح، حتى تكون متميز، لازم ما تفكر بس بالنشر، لازم تفكر شلون تجيب استشهادات لهذا البحث مالتك.
واضحة؟ لازم نفكر شلون نجيب استشهادات للبحث مالتك. لذلك كل ما تفننت أنت بطريقة الكتابة كل ما جبت ناس تقرأ بحثك، واضحة؟ كل ما تفننت بطريقة الكتابة، كل ما تفننت بشغلك، كل ما تفننت بعملك، كل ما زدت من معجبيك. هذه شلون احنا هسه عندنا يعني مغني، عندنا شركه تصنع، كل ما كان بيها تفنن اكثر كل ما زاد الاعجاب بهذا المنتوج اكثر. يعني اليوم احنا كل مثلا نفضل السيارات، مثلا خلينا نقول سيارات الماركات الجديده واللي بيها مواصفات وكذا، نشوف الاعجاب عليها اكثر من الاعتياديه. هذا شنو معناها؟ تفنن بالشغل. الـ 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 حتى النسوان مثلا بالمطبخ وغيرها وغيرها، حتى يجون علينا البنات، كل ما كانت مثلا تستخدم ماده بالمطبخ مثلا زاهي، او كانت تستخدم مثلا او تجيب مثلا نوع من الرز او نوع من الدهن، كل ما كان ذو نوعيه جيده وذو نوعيه فاخره وبالطبخ زين، راح تزيد من استخدامه. فنفس الشيء بحثك العلمي، كل ما كان بحثك العلمي بتفنن بمحتوى جيد كل ما زاد من استخدامه. وهذا احنا اللي يريد نوصل له. يعني احنا عبرنا مرحلة انه انشر بحث، لا، احنا هسه ما نفكر بالنشر، نفكر بمرحلة انت ستطالب دراسات عليا، طالب ماجستير، لا تفكر بس بالنشر. هذا النشر صار خلينا نقول للبكالوريوس، فكر لي مو بس تنشر، فكر لي من انشر كم واحد يستفاد من بحثي، وكم واحد يقرأ ويسوي له سايتيشن. وهذا ما يصير اذا مكان بحثك ذو محتوى، وما يصير بحثك ذو محتوى الا انت متفنن به، وما يصير تفنن به الا انت مختار لعنوان من ال... من من ال... الواقع مالنا بمشكله بحثيه. ارجع على اول محاضره، هي المشكله البحثيه. لازم شغلك يكون حلا لمشكله بحثيه، وهاي ان شاء الله يعني خذوها عني اني، اي واحد منكم راح اناقشه راح اول سؤال اساله اقول له شن هي مشكلتك البحثيه. واضح اخوان؟ واضح شباب؟ اذا هسه احنا نقدر نغير العنوان عن الكلمات، نقدر ونختار كلمات من صميم او من 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 محتوى البحث. لكي تكون الكلمات فعالة ومؤثرة، هاي الكلمات اللي نختارها حتى تكون فعالة ومؤثرة بالقارئ، يجب أن تكون كالآتي. حتى كلماتنا تكون مؤثرة وتكون تدل على بحثنا بشكل صحيح، يعني أكو بعض الباحثين يسموها كلمات الدلالية. يعني شنو كلمات الدلالية؟ يعني تدليك أين بحث، بالإنجليزي اسمها keyword. keyword مفتاح وكلمة، مفتاح وكلمة، إذن هي مفتاح للبحث العلمي مالتك. حتى هذا المفتاح مالتك يكون ناجح، يعني احنا شلون احنا نسميها ما نسميها سويتش، نسميه بصمة، بصمة ذكية. كل ما كانت البصمة مرتبة كل ما كانت السيارة مرتبة. مثلا من تجي على بصمة السيارات الأمريكية مثلا بي ام وغيرها، تختلف عن بصمة السيارات الكورية، أو تختلف عن بصمة السيارات الصينية. بصمة السيارات الأمريكية بها مثلا تشغيل عن بعد، بصمة السيارات الأمريكية بها فتح صندوق عن بعد، الكورية تختلف. إذن كل ما كانت بصمة السيارة أو سويتش السيارة زين مرتب، فكانت السيارة شنو هي؟ مرتبة. نفس الشيء بالبحث العلمي، كل ما كانت الكلمات مالتك دقيقة، كل ما كانت كلماتك ذات محتوى جاذبة، كل ما كانت بحثك يكون يعني أكثر تشويق للقراءة. إذن أول شيء لكي تكون الكلمات ذات فعالة يعني فعالة ومؤثرة بالقارئ، يجب أن تكون أولا تمثل محتوى البحث العلمي. وهنا نوقف عليها شوية، شنو معناها تمثل محتوى البحث العلمي؟ يعني أنا لازم أكتب كلمات من صميم بحثي، من صميم شغلي، من صميم دراستي، مشكلتي، الهايبوثيس مالتي، الفرضية مالتي، الأيمز أو الأوبجكتيف مالتي. ما أكتب شغل بعيد عن شغلي. يعني مو أنا مثلا، بعض الباحثين يستوي ترويج مثلا البحث بطريقة خاطئة. يعني لو مشتغل مثلا على مثلا خلينا نقول مشتغل على الدم، يجي يكتب فد فرشة عريضة بالدم، لا،
انا لازم تكون من محتوى البحث مالتي، يعني مش شغلاني اقدم اكتب فقرات اللي تخص بالشغل مالتي، ما اكتب على الهرمون. انا ما دام صار اقدم ما لي علاقه بالهرمون، يعني صار بسعر بعيد عني، او انا مثلا مشتغل على اغنام واجي اكتب على الحيوانات المشتره بشكل عام، لا اكتب سبيسيفيك، تمثل محتوى البحث العلمي، محتوى البحث العلمي اللي انت مشتغله. يعني شنو محتوى البحث؟ لازم هي تكون كلمات الدلالية تدل على مستوى محتوى البحث مالتك، لا تروح زايد بيها ولا تروح قليل، خليها متوسطة، خير الأمور أوسطها خلينا نقول، وتكون دالة على شغلك. النقطة الثانية تكون ضمن مجال تخصصك الرئيسي أو الفرعي. يعني مو أنت مثلاً زراعة تكتب كلمات مفتاحية عن الفيزياء، والله ها عندي جزء من شغلي عن الفيزياء، لا. مو أنت زراعة وتكتب كلمات مفتاحية عن الكيمياء، مو أنت كيمياء تكتب عن الفيزياء، أحياء تكتب عن التاريخ، ماكو هيك حكي. لازم تكون من ضمن تخصصك الرئيسي أو الفرعي، يعني لا تبعد زايد عن هذه الشغلتين. النقطة اللي بعدها تكون واضحة ومفهومة وبها شيء من التشويق. دائما بكتابتنا احنا حتى نكون متميزين، حتى نكون ان متابعين، حتى نكون ان احسنتوا ان شاء الله ما تدخلون في عالم البحث العلمي، احنا بعد ما دخلنا من ندخل بعالم البحث العلمي في المحاضرات الجاية راح نشوف كل باحث الى ناس متابعين. يعني مثلا فلان باحث الى فتره قد متابع، هذول المتابعين مالته شو ينزل؟ لازم يعني هم يقرون ويتفاعلون وياه ويكتبون وياه، فاحنا يعني حتى نكون نكون متابعين ان نكون ناس تقرا نتاجنا العلمي، لازم نميل دائما الى السهوله. حتى وان كانت الفكره يعني ببالك انه انت مثلا جايب شيء جديد، انه جايب فد ميكانيكيه جديده ما حد ذاكرها قبل، جايب فد شيء يعني جديد، يعني لا تعقدها على القارئ، حاول ان تبسطها بابسط صوره. دائما كتابتك تكون مبسطه بابسط صوره حتى توصل الفكره، وبالتالي من وصلنا الى ابسط صوره والفكره وصلت راح يكون الموضوع هو شنو؟ موضوع شيق، موضوع حلو. دائما مثلا اليوم مثلا سلام يكتب على طول، مثلا عنده فد نشر، عنده بحوث، من ينزل سلام بحث تلقى كثير من الباحثين يقول لك سلام كتابته واضحة، كتابته بسيطة مفهومة، ولكن سلوان نزل بحث يقول لك سلوان كتابته معقدة ويدخل بتفاصيل ويدخل بميكانيزم ما مفهومة، فإذا كان أبتعد عن قراءته. وأكو ناس لا تفضل أنه الناس يعني تحب أنه ميكانيكيات هواية وتحب شغل هواية، فجوز يكون إلى معجب أو جوز ما يكون إلى معجب بالقراءة، مهما يكون فلازم تكون واضحة مفهومة وبها شيء من التشويق. لا مانع من استخدام مختصرات في الكلمات المفتاحية، ما عندي مشكلة أن أستخدم مختصرات. والمختصرات مثلا كاتب لكم HPA اللي هو هايبوثالامس بيوتري يعني ادرينالين، اللي هي محور الغدة النخامية الادرينالية. ماكو مشكلة ان تكتب مصطلحات اذا كانت هذه المصطلحات شاسعة ومفهومة وواسعة، مثلا الجي اتش هو هرمون النمو، هذا ماكو مشكلة ان تكتب جي اتش بالكيوردز. النقطة بعدها ان تكون مكونة على الاقل من 3 كلمات وليس كلمات طويلة ومعقدة. دائما نختار كلماتي الرئيسية مثل ما قلنا اكو كلمات تكون خيارين، خيار طويل، يعني كلمات خيارها تكون طويلة، النوعية كلمات قصيرة وطويلة، القصيرة 3 كلمات وجوة، والطويلة 3 كلمات وفوق. دائما أنا البحث العلمي أمين أن أكتب كلماتي 3 كلمات إلى 5 كلمات، وهي ما تكون كلمات طويلة أو كلمات معقدة أو كلمات بها نوع من اللغط وغير مفهومة، لا كلمات سلسة بسيطة تختارها من ضمن يعني من ضمن البحث مالتك. دائما من تكتب هالكلمات فكر في المصطلحات التي يستخدمها القراء للبحث في موضوع بحثك، واستخدم هاي المصطلحات.
راح نتفق على شيء. هسه احنا من نريد نكتب راح نتفق انه احنا كليتنا عندنا بعض المصطلحات اللي انت وجماعتك اللي وياك دائما تبحثون عنها. مثلا دائما احنا مثلا نبحث عن مثلا اللي يخصون بالفسلجة أو يخصون بالسلوك، دائما يبحث مثلا عن دور الهرمون، ماذا فعل الهرمون، بعض المصطلحات اللي تخص الهرمونات. أهل التغذية يبحثون عن الهضم، شنو هو الهضم، شو يصير الهضم. أهل الإدارة دائما يبحثون عن شنو، عن الظروف الجوية والبيئية وشون يدير وشون يشتغل. هذني الشغلات المصطلحات الشائعة لازم أني أستخدمها من ضمن بحثي، لازم أستخدمها من ضمن كتابتي للكلمات المفتاحية. ليش؟ حتى أضمن أنه من يبحث واحد عنها بحث مالتي يصير أول شيء بالواجهة قدامه، أضمن بحث مالتي يصير قدامه. مثلا جماعة التغذية أكثر شغلهم مثلا هو على الهضم أو على الإطعام الحيوان أو بعض الأمور، يعني اللي شلون هم شلون يرتبوها. دائما هذه المصطلحات الشائعة اللي عندهم بهذا الاختصاص أستخدمها. ليش؟ حتى أنا أضمن بحثي وصل إلى أكثر عدد من القراء. النقطة اللي بعدها، قم بتضمين كلمات تصف المنهجية والتقنية التجريبية. من أنت تشتغل ماكو مشكلة أن تصف كلمات، تصف يعني تخلي المنهجية مالتك، تخلي المواد اللي اشتغلتها شنو، طريقة عملك شنو. مثل اليوم مثلا مشتغل على مثلا بالسلوك، انت مشتغل على طريقة الـ مثلا طريقة سكينر او طريقة بافلوف او طريقة الـ اي طريقة بالسلوك، تقدر ان توضعها بالكلمات المفتاحية ماكو مشكلة. او انت مثلا قبت بطريقة مثلا بالتحاليل بطريقة مثلا سكسلايد او غيرها بالتحاليل مالتك، يمكن ان توضعها. او انت قمت شغلك على تقنية تجريبية او تقنية حيوية، ممكن ان تضع هاي التقنية التجريبية والحيوية في كلمات المفتاحية لكي يكون بحثك اكثر رواجا، وهذا شيء وارد وما بي اي مشكلة اذا استخدمته. التركيز على الكلمات المتعلقة بالموضوع الرئيسي للبحث. دائما اني اركز على كلمات تكون رئيسية بالبحث بشكل عام، يعني حتى اوصل الى الهدف مالتي. من اكمل مالتي الكيورد اجي انا شو اسوي قبل ما انشره، اكتب بالجوجل اشوف الى رواج لو ما الى رواج. وهي انا مجربها عن تجربة شخصية، يعني تجربة انا مجربها. دائما من اجي اكتب بالبحث، اكتب الكيورد، اجي ادق الكيورد بالجوجل، القاه موجود، ابدي اغير الى ان اصل الى مرحلة ما القى شيء عليه، ما القى شيء عليه. ليش؟ حتى يجي بعدي من يكتب هذه الكلمات وش راح يلقى؟ يلقى فقط بحثي. وهذا النوع من شنو يسموه، نوع من رواج او انتشار هذا البحث مالتك. لذلك انا شو اقول انه لازم من تكتب الكيورد تبحث عنه قبل ما تنشر بحثك، وتحاول توصل الى مرحلة انه قليل ما يطلع اول بحثك يطلع اول بحث بحثك. يعني تتوصل لهذه المرحلة انه من يجي واحد وراك يبحث يلقى اول بحث بحثك. هنا السؤال اللي سألناه قبل شوية اللي هو عدم تداخل الكلمات في قائمة الكلمات المفتاحية والعنوان. يعني حاول من ندخل العنوان والكلمات المفتاحية نخليها سوي. يعني انا صح، انا واحد من الناس مسوي البحث قبل شوي شفته مقتبس من العنوان، بس هذا شيء يعني يفضل انه ما تقتبس من العنوان. ليش؟ لانه دائما انت اكتب كلماتك المفتاحية بعيدة عن العنوان حتى يصير عندك تو تشانس، يعني الاولى البحث عن العنوان والثانية البحث عن الكلمات المفتاحية. فنجد يبحث يلقى بحثك مرتين، مرة لقاه بالعنوان ومرة لقاه عن طريق الكلمات المفتاحية. زين، هاي بعض النقاط اللي يعني تمكنك من كتابة الكلمات المفتاحية. هنا عندنا مشكلة الباحثين مع الكلمات المفتاحية. كثيرا من الباحثين
اللي يشتكون من عدم وصوله الى شغله الا الى بحث واحد، من عدم وصوله الا يعني بحث او بحثين. يقول والله دكتور باور قلبت الانترنت، قلب من يسمع قلب الانترنت، انا اتخيل شال الكره الارضيه وعاكسها هيجي، وما لقيت غير بحث واحد على شغلي، وما لقيت غير بحث واحد على شغلي او على عملي او كذا، واني ما اقدر، وزعت ودورت وشغلي قليل جدا وماكو علي بحوث وشو اسوي وكذا. هنا راح يبرز دور الكلمات المفتاحية من ناحية كتابتها والبحث عنها. شلون؟ احنا لو نجي نبحث بصورة صحيحة اطلاقا ما ممكن ان ما تجد بحوث، اطلاقا ما ممكن ان ما تجد بحوث، مستحيل. يعني مستحيل مثل يعني هذا اللي يقول لي ما لقيت بحث فهذا ما مدور بطريقة صحيحة. ليش؟ لان احنا من ندور لازم ندور بكلمات مفتاحية. ليش خلوا الكلمات مفتاحية؟ الكلمات المفتاحية مو بس لك من تكتب، الكلمات المفتاحية إلك من تبحث. يعني هسه احنا من انت من تكتبها هاي المعلومات اللي فوق اللي اخذناها كلها، حتى شلون تكتبها، بس هسه انت شلون تبحث عنها، شلون تبحث عنها. اليوم مثلا اني اريد اشتغل على اضافة فيتامين اي على اقل الدجاج البياض وتأثير ذلك على نسبة انتاج البيض. من اجي اني اسوي كلمات مفتاحية، فش اسوي؟ اول شي جيب بالي شنو هو الشغل مالتي، على اليمين على الدجاج البياض، اخلي الدجاج بياض. بعدين شنو المادة اللي انا استخدمها اللي هو شنو؟ فيتامين اي، اخلي فيتامين اي. بعدين شنو هو اللي اريد اني يأثر عليه اللي هو انتاج البيض، خلي انتاج البيض. فمن اخلي هاي الفقرات ما ممكن ان ما يطلع لك بحث، مجرد فهمك لماذا. يعني احنا شنو نقول؟ يعني انا دائما شو اقول للباحثين ما يجيني يقول لي ماكو بحث، اقول له انت متى تعرف عن شنو تدور؟ انت ما تعرف عن شنو تدور، انت قاعد تبحث عن شيء انت مو لاقيه بنفسك، شلون راح تلقاه بالانترنت؟ صح لو مو صح؟ انت قاعد تبحث عن شيء مبهم لنفسك. انت لو تقعد وتصفي امورك، مثلا انت اليوم دراستك مثل ما قلنا دجاج البياض وفيتامين اي وانتاج البيض، هو شنو نسوي احنا؟ نجي نكتب فيتامين اي بيض انتاج، لا مو هيك القصد. القصد انه انت تصفط كلماتك المفتاحيه بحيث انه توجد اكبر عدد بحوث عليها. لذلك جد الكلمة أو جد الفكرة ببالك حتى توجدها بالإنترنت. إذا أنت ببالك ما وجدتها فالإنترنت ما يقدر يطلع لك إياها. لازم توجدها ببالك، لازم تعرف أنت عن شنو تدور، لازم تعرف أنت عن شنو تريد، عن شنو تبحث حتى تقدر تبحث عنه بالإنترنت. لذلك من تريد تبحث اكتب بكلمات مفتاحية حسب ما أخذناه فوق، واضحة، جديدة، حديثة، بسيطة، مرتبة، ذات محتوى. بالاخير ايش راح تلقى؟ راح تلقى انه هذه الحاجه اللي حكيناها كله راح تلقاه موجود بالاف او مؤلفات البحوث. اذا نريد نبحث بكلمات مفتاحيه، وهاي الكلمات المفتاحيه نصوغها كانما احنا بدنا نكتب بحث. بهاي الطريقه نقدر نلقى عدد كبير جدا من البحوث العلميه. إذا هسه الكلمات المفتاحية يبرز دور الكلمات المفتاحية من ناحية تفيدنا من ناحية كتابتها حتى نسوق لنتاجنا العلمي، حتى نسوق لبحثنا، وتفيدنا من ناحية البحث عن النتاج العلمي. أنت عندك طرفين، الطرف الأول أنت شلون تكتبها وتسوق بحثك، والطرف الثاني واللي هو قبل الأول أنه شلون تحصل على بحوث عن طريق الكلمات المفتاحية. إذا لازم مثل ما قلت لك، لازم أنت تعرف بنفسك شنو تريد ببالك حتى الإنترنت يطلع لك. مو أنت بنفسك ما تعرف شنو تريد وتجي الإنترنت يطلع لك، لا، صوغ كلمات مفتاحية ببالك للبحث، راح يطلع لك شيء جاهز ومرتب ما بي أي مشكلة. لذلك كثير من الباحثين، خاصة اللي يعني الباحثين الغربيين،
من يكتب كلمات مفتاحة يكتبها بدقة وبعناية وبأسلوب، يعني شلون احنا نسميه، أسلوب سلس. ليش؟ حتى من يجي واحد يبحث عنها يلقاها بسرعة، وبالتالي يستفاد هو ويستفاد اللي يبحث عنها. إذن الكلمات المفتاحية خليها ببالك، تفيدك من ناحية أن تبحث عن المصادر والبحوث والكتب والدراسات، وتفيدك في تسويق نتاجك العلمي. يعني أنا من أجي أسألك مستقبلا أقول لك يا سلام، يا أستاذ عمار، يا أستاذ سلام، يا أستاذ أوس، يا يعني قدامي الموجودين، ليش أخلي كلمات مفتاحية بالبحث العلمي مالتي؟ شنو فائدته؟ تقول لي دكتور أني خال كلمات مفتاحية بالبحث العلمي مالتي لأجل شغلتين، لأجل الناس تبحث عنها وتلقاها، وأسوق النتاج العلمي لأجل أني أبحث عنها وأدور أشوف شنو تم منزل، وبنفس الوقت تسويق لنتاجك العلمي. وضحت هسه الكلمات المفتاحية شنية؟ هذه أهم المراجع إن شاء الله. يعني جزاكم الله خير، يعني احنا مستقبلا من واحد يسألنا على الكيورد نقدر نفصل له هذا التفصيل.